السلام عليكم حيثام متابعين ريسات يوم 10 يوليو سنة 1033 قل يوم لدال أخبار قل أقول لكم قصة لف رس أخبار عوتو إريترين حيزت عدل جيسن إتلندن دقامان خدمة جبر قلت أتلا لكم تو قايد حشم شعبية لأكدم سدت منبرت الشعب مشاقية حشم شعبية تتنتات أتلا رهليتم لا بيرس أكبر سمت نحكم تفاصيل للترى لقولكم الدول أوروبا ضد إيمات التي ودعيات حرب هيسة حشم شعبيات إبرترين هيزت عدل قبل هلام عرادات ولسجل للعوتيتات للتلا لهلام إبرترين هيزت عدل السكان بريطانيا مثل من بعد دول أوروبا لما تقو حوا من ده قبو بقانون لقباء بحيلات مهرجانات حشم شعبيات اقل افشلو دوليام كم اللو حقو لا تعمرم لا مداريات مهرجان اقلو دو اتو حاسبام لعلو مناطق منو كم شطبو تعمرم حشم شعبيات اللي فاشل هلا مهرجان اتباد مناطق لندن اقلو دو حاسبام كم اللو كم سل تعمرم ارترين شبابات حيزت عدل اتردت متابات كم سل قبو وشبابات وامات لارول اللو معارضات أقول كلهم حيزت عدل للأشن كمتو تعمرام لدي بيوم عصر حمس وعصر سيس ورسابو أقول تقبح سبت لعلت حيثت حشم شعبيات كمسل شطبات مهرجان لا تأدى للجنتنا إلى حشم شقوة أقول ترفات أفاري كمليت لتهدق هلام السفارة حشم شعبيات لتحرو لجان وعمال جالية حشم شعبيات بوم للدالة مهرجان أقول عادات وتجمع رترين كم يكون مهرجان حشم شعبية تقل عادات وتجمع إريترين من قبي كل مواطنين يقل شاركوا التوى السمحام لذي بجيسن مهرجانو لا فشل منو حشم لا فشل بريطانيا للدقم سبتها لا إقل السويد إقل لو دور التوب لها لا مهرجان دول اسكندينيفيا عباري رسالتكم تارتها دقها لام أهداف إريترين شبابات حيزت عدل أفشلوت هيست مأيدة حشم شعبيات لتنهي قبيم لحشم السطور داخل إقل دخل إقل الركاب ودعايا السياسة إقل لنشر لودي مهرجانات المجتمع العالم إقل تفادهن التحالاتهم حشم شعبيات عامة الدول العالم وفنتيت التادي دول غرب لنبرو إريترين لعلى له تأثير عند الحول متكمل لا إيماتات من نحشم أمن حشم حبرو سببنا اللي هو النهاية الأولاي متنظم إريترين حيث عدل ذي بقربات ولا كلاهيم حشم شعبيات زياد لقى لقبا وقت من مجتمع العالم إذ لسا دفكم هليت لتأمر ديب إريتريا خدمة عسكريات بجبر كما على التاقل تتلا لكم تو قايد حشم شعبيات رسمي شرحام قايد حشم شعبيات ديب يوم 16 يوليو اتقبت مناسبة تخريج 35 دورة خدمة عسكريات التقدمي وعز منا سنة الحلفات للشكب لهلا برنامج تعليم اتمتحان لنجحو لقبو ولا سقو تعسكرية تقلت الحكم تون دا الشرام اللي لازم انبوت لهلا برنامجات عمار لسمويو قلت تلاريكم تو اكدام قايد حشم شعبية تورح مارس ناي إلا سنة كلي 1903 ودا مقابلات اتلت ريادي إلا لحلفات 30 وحتى سنة للشقة برنامجات عمار 20 من مت كمان كمسل يتعواتان دا الشرام مرحلة رسميو حديث برنامج عمار ستوتكم هلا حبو رهلام حكو اتفاقية الجريس امروحي للشعب الاتريا اتفايدة لتركم منو برنامجات عمار لتبهلا بدكم هلو قايد حشم شعبيات برنامجات وارثاي قال رسميو برنامجات عمار اتفاشل دي بنتوم ازيمان مرحلة حداث لتبل سميت اندي غيرالو اتبقوسكم هلا لحبرم اللي مرحلة سمو إلى الحديث برنامج عمار كما قدموا لعلو فاشلان برنامجات عمار كم سلفشل ومستقبل شعب لدمر ولا لأطال متكمتو وكنا برنامج عند الأنبتة حشم شعبية تتحكم قلن برمن حذاكم تو عماتات عند الحبروت عن حامتهم من كل وطن ات مدرسة ورسي قالوا للجامعة درسة مثل دمرت بنية تحتية التعليم وحدان معلمين
بعسكرية سبترت مقارحو قلت تعليم مهين كم يكون ودي بقى بامتحاناتكم سلسلتو لبس حو من الناس طلبات سقطكم دت بالوت عسكريتكم سلاتوم نا إلا 20 سنة فترة هلا نتاج تعليمتم السنة كليل فوا كليلة تأسست مدرسة ورساي كالو سوام فاشل نظام تعليم حشم شعبية لترقية ومستقبل شباب أريتريا لا تظل مثل اللي تمسست تام بسبب قدرة التعليم دي يقدم بسياسيين وكوادر حشم شعبية لدى لمناهج التعليم مدرته واتحتكم الليت لتأمر نظام تعليم حشم شعبية مثل تطور علامة للسان كم يكون وقوة بشر دمركم هلا كل دول تحبر سانحتم حشم شعبية أساسية لا توم طلبات حياة وخدمات اجتماعية كم مشاك أي جرائمون ديت نفع بن شعب دي بلن زياد 30 سنة كبت من برات لحالفكم هلا لتأمر شعب الاتريا قل عشرات سنوات لا لتبلع ولا للستة وخدمات اجتماعية عافية مواصلات كهرباء واتصالات دي إيه كب اند تفردم السدت اقل المبر من اولويات سياسة حشم شعبية قابكم لا لتأمر شعب من اساسيات طلبات حياة للزلمة قلي لبنوي العمر ومن مجتمع لمن دت كرما معذولة تنتو قل المبر بحشم شعبيات قبل هلا كيف افعالكم توم دي بريتريال هلا شعب استعمار داخل نبركم هلا لتأمر حشم شعبيات اقل شعب اريتريات حقلان ان دقاتيو منبرتو ليتا كم للشاكل ان دي وديو حال السياسات اقتصاد وعسكريات بحشم الحزايا اقل السيارة قدمكم هلا لتأمر امبل اللي ما لحشم شعب اريتريا اسك دقلل ان دي ترفو امبل مقابل اقل عشرات السنوات لاشق ايومكم لاشق ايومكم هلا واللي فائدة لي تركب منه فشل برنامجات ان دي شك شعب كبدت من برات لحالفكم هلا مئمرات اقتصاد من الحبرو سعان حمتم حيث متابعين رسالتي كل يوم دولي على الأخبار دي بالله تامم هلا